أبصرت ما أبصر الأبرار يا والدي، أبصرتها وأنا في غاية الكآبة. أبصرت ما أبصر الأبرار يا والدي، أبصرتها وأنا في غاية الكمد. لا تتركن وجوه الخير نصيعة، فإنها غاية الروح مع الجسد. فلا تغرنك الدنيا ببهجتها، وانظر إلى أهلها في موطن اللحد. وانظر إلى فعلها بالناس قطيبة، وكن على حذر منها إلى الأبد. فيها الكثير من الأخطار قائمة، بها الكثير من الأحقاد والحسد. فما مضى أحد فيها لحاجاته، إلا انثنى حاملا للهم والنكد. ومن تعلم في الدنيا بقواته، أقامه العلم فوق الجهل بالرشد. وانظر إلى هذه الدنيا وزخرفها، لا تستقر على حال مع أحد. فيها اللذاذات فيها الصدق ما بقيت، لكن ما خبثها في غاية النكد. واحسن إلى الناس تستجلب مودتهم، وكن نصوحا بشوشا غاية السعد. فإن وصفت بأخلاق بها عظمت، وإن فسدت بها فبئس يا والدي. ودعتك الله ربي لا شريك له، ما خاب عبد لجا بالواحد الصمد. صلاة ربي على المختار سيدنا، ما طار طير على الأشجار والعمد. صلاة ربي على المختار سيدنا، ما طار طير على الأشجار والعمد.